بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حنتكلم عن بعض المصطلحات المستخدمة في الجينيريك كلاس. طبعا التي هذا التي يسمى طبعا يعني كمصطلح type parameter. طبعا type parameter يعني هذا type parameter هو ذا، يعني احنا نسمي ذا type parameter. الكلاس هذا اللي يكون بالصيغة دي يسمى، ما يسمى كلاس عادي، يسمى generic class. وين خلينا نحط هنا T capital وهنا P. طيب هذا عشان كذا لما نجي نتكلم نقول first انه generic class، وهذا يسمى type parameter. طبعا ما علينا من الترجمة الحرفية، بس هذا كمصطلح. طبعا ال generic class طبعا هو ياخذ، لاحظ generic class first، لان انا الان بعطي مصطلح ثالث لازم تكون عشان اذا مر عليك. بما ان الكلاس فاست ياخذ بارامتر اللي هو التايب، فاحيانا يسمى الجينيريك كلاس بارامترايزد كلاس. لاحظ معاي، كلاس بارامترايزد كلاس. طيب الآن هذه مصطلحات ثلاثة. طبعا هذا الاسم، هذا الاسم تقدر ليش سمي parameterized class؟ لأنه يأخذ parameter اللي هو type parameter، فهذا اسم إذا مر عليك هو يقصد به generic class، يعني عشان تكون في الصورة. فهذه ثلاث مصطلحات مهمة لازم تنتبه لها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.